صواريخ تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أسراب المسيرات والصواريخ التي تصل تباعا موجات إلى داخل الأراضي المحتلة، تشاهدها أعين الفلسطينيين المجردة فوق سماء هذه الليلة التي تسجل للتاريخ. يعني حتى على منصة أكس يتصدر وسم الوعد الصادق، يتصدر وسم إيران كل التغريدات وكل حملات التي تقودها مؤسسة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تديرها الجيوش الإلكترونية في بوجه القضية الفلسطينية، بوجه داعميها. تفرض المقاومة اليوم يعني سلطتها لدعم فلسطين، لدعم القضية، على حساب كل هذا التجني الإسرائيلي والاعتداء الإرهابي على الفلسطينيين والمقدسات. سنتابع كيف تفاعل الفلسطينيون وباقي أو مختلف الساحات مع المشاهد التي كانوا يشاهدونها في ساعات سابقة من هذه الليلة للعملية التاريخية، لعملية الرد الإيراني. نتابعها. يما